مختلفة وتضخ في عقولهم اختصاصات ومعارف جديدة لتنتفع بهم الأمة ويفخر بهم الأهل ويكون. أول شيء أهلا وسهلا فيك، تعرفنا على حضرتك وين بتدرس وأبرز المطالب اللي اليوم أنتم كمعلمين جايين لهون تشاركوا بهذا المؤتمر لحتى الطلبة. الله يبارك فيك يا رب وتجزيكم الخير. الاسم بسام الصالح، مدرس في المخيمات العشوائية، معلم صالح. حقيقة لاحظتم أنتم وجميع الحضور أنه أهم ما طرح هي الإشكالية المالية لإدارة قطاع التعليم، وهي اليوم تواجه عجز، يعني عجز واضح لا يخفى على أحد، لا على القريب ولا على البعيد. مشكلة العجز المالي اليوم تحول دون تشغيل قطاع التعليم. يعني قطاع التعليم ممكن كان شغال ب 2017 بهذه الإمكانيات المالية، اليوم حدث انهيار عالمي في كل دول العالم، انهيار اقتصادي حتى عن عدا كون منطقتنا منطقة حروب ونزاعات، يعني تخضع لأعباء اقتصادية ثقيلة. البند المالي أو السهم المالي لا يكفي لتشغيل قطاع التعليم، يعني هذا ملخص ما تم الإشارة إليه. الغريب في المسألة عدم حضور بعض الجهات، يعني وهي كان يؤخذ عليها هذا المأخذ مع أن هي تتصدر الموقف الإداري للمنطقة، ونأمل في المؤتمرات القادمة حضورها ومشاركتنا في الهموم والحلول ووضع الحلول. النقابة تطالب بحقوق المعلمين، الحقوق المالية، الحقوق الإدارية، الحقوق يعني القانونية للمعلمين، يعني وكان عملها مثل ما شفت اليوم، يعني أثمر عن عقد تجمع، يعني تجمع شعبي وثوري، المؤتمر العام للتعليم، أول مؤتمر يعقد في المناطق المحررة، يعني هي خطوة جيدة. شوفوا انه هاي المناصرة الشعبية ممكن المناصرة الشعبية كانت، نعم طبعا طبعا، الشعب هو الذي يحرك كل الأمور، نعم لا يمكن ان يعني ان تتجاوز الشعب في اي امر من الامور، هذه قاعدة لا يمكن. يعني ما شاء الله كان هناك تجاوب من باقي النقابات، من باقي الفعاليات الثورية، من أساتذة الجامعة، حضر يعني نخبة من كوادرنا التعليمية في المحرر، يعني الحمد لله المشاركة كانت جيدة والتفاعل كان جيد ايضا. سؤال اخير استاذ، عجز او عدم قدرة المؤسسات القائمة على العملية التعليمية على تلبية هذه المطالب بعد فترة طويلة من المطالبة فيه من قبل جميع المعلمين تقريبا بالمحرر، شو بتفسروه؟ هل هو عجز فقط ام هو ربما حتى فشل بإدارة الملف؟ لا لا لا، هو ليس، يعني هو لا يرتقي، هو حقيقة يوصف من عدة نواحي. الناحية الاولى اختلاف المرجعيات القانونية التي تدير المنطقة. نعم، نعم. كل هناك مرجعية إدارية تتمسك بالقانون او بالجهة التي انبثقت عنها، المصدر اللي انبثقت عنه، وهذا حدث يعني احدث ارباك اداري كبير في المنطقة وارباك مالي. الاشكالية الثانية، يعني الحلول بشكل عام تحتاج ان يجلس الجميع الى طاولة واحدة، يعني يضعون يناقشون المشاكل والحلول، وهذا الامر يعني جميع الجهات ملزمة، لا يعني لا مخرج لاحد. اليوم نحن في مشكلة كبيرة، من اكبر مشاكل المجتمع في المحرر ايقاف التعليم، إيقاف التعليم كارثة، يعني ليس على كارثة على مجتمع يعاني كل المشاكل الاقتصادية والجريمة والإرهاب وغيره وغيره من المشاكل، مشكلة حتى على دول الجوار. اليوم أنت إذا بتهمل هذا القطاع بعد جيل أو 15 أو 10 سنوات أو 15 سنة، راح يخرج عندك جيل ميال إلى الجريمة، ميال إلى لأي تيار شاذ. صحيح هذا الكلام؟ نعم. فنأمل إن شاء الله أنه نقابة المعلمين بالتعاون مع الجهات الإدارية في المنطقة، مجالس تربيات، جهة الإشراف التركي، وقف المعارف التركية اللي يدير يعني أكثر من أعتقد 50 مدرسة في العالم ويشرف على التعليم فيها، نتأمل يعني والمنظمات العاملة في المنطقة، يعني نأمل من الجميع إن شاء الله المساهمة لحل هذه القضية. لجأ المعلمون إلى ضغط على الجهات المسؤولة عنهم اللي هن المجالس المحلية، لأن المدارس بالنسبة هنا في الريف الشمالي مسؤولة عن المجالس المحلية، فبدأوا بعمليات إضراب السنة الماضية، هددوا بقطع رواتبهم وقطع حتى عادوا عن إضراب ودخلوا المدارس من جديد، لم ينالوا شيء بعد وعود كبيرة جدا، لم ينالوا شيء إلا شيء البسيط جدا، يعني كانت بحوالي 600 ليرة تركي صار 1000 ليرة تركي. هذا 1000 ليرة تركي حاليا لا تعمل شيء، لا تصل إلى 60 دولار ولا تحقق المبلغ المطلوب. الآن بدأوا أخوتنا المعلمين مع بداية العام الدراسي في إيقاف العملية التعليمية والإضراب الشامل
وصار عدة وقفات لهم أمام مديرية التربية بعزاز وأمام مناطق تانية من شأن موضوع إنه على الأقل يحسن وضع المعلم اللي عم يمر فيه. الهيئة العملية التعليمية هي ما بس وضع معلم المضطرب اللي هو النقص المالي أو كذا، بالعكس في قضايا تانية يعني ذكرت اليوم بالمؤتمر راح وهي أبرزها. في عندك مثلا موضوع الكرامة، موضوع الحصانة، يعني أحيانا ممكن يكون ذو منصب ذو جاه معين يدخل على مدرسة ويهدد معلم وإنه غصبا عنك تنجح ابني أو كذا، هالكلمات هي ممكن قد تصل بعض المعلمين سمعناها نحن من أحد الأخوات المداخلة بالمؤتمر. أيضا هناك موضوع عدد الطلاب الكبير جدا في المدرسة، موضوع الطلاب الموجود في المدرسة، عدد المدارس كتير يعني في مدارس معطلة تماما، عدد الطلاب كتير كبير، عدد الطلاب في الصف تقريبا حوالي كما قال نقيب معلمين يصل إلى 80 أو 90 طالب، هذا كيف سيحصل التعليم؟ لن يحصل التعليم، يعني يكفي المعلم فقط سيبقى دوره عملية تنسيط أو إنصات الطلاب أكثر من عملية تعليم الطلاب. إذن هاي المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة اللي عم نعاني منها هلا موضوع المنهاج، المنهاج الجديد. أنا في بعض الناس عم تقول إنه في مناهج جديدة كما سمعنا من نقيب المعلمين إنه تعالوا اسلوا منهاج جديد. طيب أنا منهاج جديد؟ معناته صار عندي منهاجين في المنطقة، منهاج هو منهاج حكومة السيروم مؤقتي اللي عم تعتمده مشان موضوع الشهادات واعتراف الشهادات فيه، ومنهاج جديد آخر. طيب هذا الطالب وين يتعلم؟ في عندنا مشكلة بالموضوع. فإذا هناك المشكلة أكبر من جهة، أكثر من جهة، وليست هي فقط موضوع إضراب معلم إنه بحاجة إلى هاي المالية، لا، العمل أوسع بكثير، أوسع بكثير بكثير. نحن إن شاء الله نسعى بوزارتنا، طبعاً الدكتور وزير التربية الله يجزيه خير له لقاءات مع الأخوة الأتراك في تركيا، وإن شاء الله في حلول قادمة، ونأمل إنه تكون الحلول جيدة جداً وترفع العملية التعليمية لمستوى أعلى كثير إن شاء الله. لا تعتبر انه المجالس المحليه اللي عم تقوم بعمل تعليمي موازي لعمل الحكومه المؤقته واللي عم يشرفوا عليها الاتراك بشكل مباشر ليست جزء من المشكله، منه هي بتشوفوا انه جزء من الحل؟ وشو هي المخرجات من هذا المؤتمر اللي ممكن تتعاونوا انتم او جميع الاطراف القائمه العمليه التعليميه بين بعضكم عليها لحتى ممكن نبدا بان نرى شيء من الحلول وتحسين الوضع، او يعني اولى خطوات الحل؟ انت لاحظت من خلال المخرجات كان في اقتراح تشكيل لجنه، اللجنة من جملتها يكون أعضاء وممثلين عن وزارة التربية وممثلين مجالس محلية وممثلين من الجهات فاعلة تانية. هاي اللجنة لها دور كتير كبير، هي تابعة يعني تقوم بتنفيذ المخرجات التي خرجت من المؤتمر. فالتوجه باتجاه مثلا الأخوة الأتراك بالتربية التركية، التوجه باتجاه المجالس المحلية لفضفضة المشاكل. شو أول المطالب أنتم كحكومة مؤقتة، شو أول المطالب اللي راح تطالبوا فيها المجالس المحلية والجانب التركي بما يخص العملية التعليمية؟ أهم شيء هو الراتب المعلم اللي بيرفع من مكانة المعلم. يعني أنا مثلا راتبي 1000 ليرة ما بيكفيني 3 أيام، شو أسوي فيه؟ بالنسبة لمركزية التعليم، طبعا مركزية التعليم هذا أحد النقاط الرئيسية اللي بدأ نطالب فيها. أنت أول شيء بدك ترعى حق المعلم، الجانب الثاني يكون التعليم له مرجعية واحدة، وأنا تكلمت هذا بالكلمة أنه تكون المناصرة لجعل التعليم هي بمركزية واحدة في مركزية وزارة التربية والتعليم الحكومة السورية المؤقتة إن شاء الله. مشكلة التعليم ليس المعلم، نعم. عجز الإنفاق المالي عن تفعيل القطاع، القطاع يفعل من عام مالية عام 2017 نعم، كان من الملفت النظر اليوم بمدرج جامعة حلب الكبير، ونحن منعتز بجامعة حلب ومنتشكرهم كثير، طبعا هذا واجب عليهم استضافة هذا المؤتمر. هذا الحشد الكبير اللي حضر أكيد ما كله معلمين، فيه نسبة كبيرة في بعض المنظمات كانت حاضرة، في بعض الجهات، بعض الأكاديميين، بعض الجهات الثورية، بعض الجهات العسكرية، القصد كان من مختلف شرائح المجتمع. هذا الشيء لازم نحن نستغله، ولازم يكون سند للمخرجات المؤتمر اللي كان من ضمن تشكيل لجنة، سند لهي اللجنة بحيث إذا بدأت تتحرك باتجاه أي جهة معنية بالعملية التعليمية لازم يكونوا هن مناصرين ومؤازرين وبيعملوا حشد لهي اللجنة من شان كل الجهات إذا ما بدأت تستجيب إلهم بشكل مرضي عنه أو بشكل طوعي لازم تستجيب تحت هذا الضغط للوصول بالنهوض للعملية التعليمية للواقع الأفضل. أبرز النتائج ومخرجات هذا المؤتمر تلخص لنا إياها أستاذ أحمد، وهل لنكون يعني صادقين مع أنفسنا أولاً ومع المعلمين اللي عم يطالبوا بهاي المطالب ويعانون ما يعانونه، وذكر يعني جزء كبير من معاناتهم خلال المؤتمر،
عبر الكلمات التي ألقيت. هل يمكن تحويل هذه المخرجات اللي راح تلخصلنا إياها إلى واقع عملي وحقيقي ينفذ ويبدأ أولى خطواته نحو الحل؟ نعم، طبعا المخرجات من خلال الكلمات التي تم إلقائها، من خلال المداخلات اللي استمعنا لها بدقة شديدة خلال هذا المؤتمر، وبوجود بعض الاختصاصيين من أساتذة ودكاترة الجامعة كانوا مشكورين عم ساعدونا باستخلاص المخرجات، وصلنا للمخرجات التالية. المخرج الأول هو تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة تعنى بالعملية التعليمية، بتضم الجهات بشكل عام المعنية بالعملية التعليمية وأي جهة أخرى قد يعني تنتج معنا أو ممكن نعرفها لاحقا. العمل على توحيد العملية التعليمية في المناطق المحررة، العمل على حوكمة العملية التعليمية في المناطق المحررة، العمل على إنشاء صندوق لدعم المعلم، كذلك الحال إنشاء لجنة رقابة على العملية التعليمية. بشكل عام هي كانت يعني معظم مخرجات المؤتمر. بالنسبة لتحويلها لواقع، تماماً. بالنسبة لتحويلها لواقع، هي اللجنة هي مشكلة من جهات موجودة في الداخل، موجودة في الواقع، ومباشرة ومع انتهاء المؤتمر جهتين مباشرة تم تسمية المندوب لهي اللجنة. هي أول نقطة إيجابية. النقطة الثانية من الأدوات والآليات اللي بين إيدينا هي العلاقات الموجودة بيننا نحن كنقابات ومع كل الجهات، فرح نستثمر بهذا الخصوص. من الآليات الجيدة والجيدة جدا قسمين، القسم الأول هو الحراك الشعبي، الحراك الجماهيري، الوقفات أو التظاهرات. في حال تم الإشارة للجهة المعطلة أو الجهة الغير مشاركة، بالطرف الآخر وجود الإعلاميين الأحرار اللي عم بيكونوا معنا بكل جزئيات نشاطنا، واللي عم غطوا كل هالأحداث وإيصال الصوت بشكله الصحيح، والضغط على صاحب القرار للوصول لتطبيق قرارات ومخرجات هذا المؤتمر إن شاء الله، والوصول للمؤتمر التعليمي الثاني بمخرجات مطبقة وبهمة ونشاط أكثر من إن شاء الله. في جدول زمني أنتم الآن قائمين هذا المؤتمر ممكن تتوقعوه لتنفيذ شيء من هذه؟ نعم، كمرحلة أولى خلال الشهر إن شاء الله سيتم اجتماع مثل ما حكينا اللجنة بسرعة، والعمل على أخذ المخرجات الأكثر إلحاحاً، واللي بيطبق واللي بيحقق عفواً اللي بيحقق متطلبات المعلمين لكي ينهوا الإضراب. فأكيد ما رح يكون في تطبيق لكل المخرجات دفعة واحدة، ولكن المخرج الأكثر ضرورة وإلحاحاً لكي يحرض المعلمين على إيقاف أو تعليق الإضراب سيكون له الأولوية. شكرا لك أستاذ أحمد، ونأمل التوفيق ورؤية النتائج العملية والحقيقية بأقرب وقت وأقرب فرصة. شكرا لك أستاذ أبو الوليد، وشكرا لحلب اليوم اللي عم نشوفه بكل المحافل ومؤازرة وفيها حشد ومناصرة. شكرا لك. هذا البرنامج برعاية